الأسبوع. دوم عيد الله يصلون مضرب عينها سمر والحياة مغلوني يا نبو مغالب حضرب شفو منا العاصمين يا السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة الشارقة الرياضية من هنا من قلب الماضي النابض ومن يابسة في حضن بحر نطقنا بأحرف التراث وتبنينا إرث بحره أبينا أن نهدر كنوزه فرسمنا السياج الذي لا يسمح لتكنولوجيا العصر أن تجاوز قانونها اتحدنا مع التراث وتعاهدنا مع أكاديمية بحره بألا نهجر مسميات النواخذة والسيب والغيص والنهامة اتحدنا حوله عرفانا لبحر جاورنا سيفته وداعبنا رماله وتذوقنا منعومته فأبقينا العهد على مصطلحاته وجددنا الولاء لمن بنوا ثقافته وعبر رسالة بثت كلماتها من يابسة في قلب بحر اسمها صير بنعير. كيف يكون للبحر ذكرى دون أن ينطق باسمك؟ وكيف يكون للجفال معنى دون سرد لتاريخك؟ وكيف لسطور زمن أن ترصع الكلمات دون أن تخط بإرثك؟ وكيف لتاريخ أن يملأ سجلاته دون أن يصغى لما جاء في مدونتك؟ وكيف لنواخذة بحر يخيرون لماض دون أن يستدلوا بعلمك؟ أنت من كتبت قصة لبحر فحاك العالم فصولها وأرخت زمن من ارتادوه فاستنار بعلمك المؤرخون. لا سلطانا لبحر لأنك فقط من امتلكته، ولا حديث عن يابسة جزره لأنك فقط من جاورت أسرارها، ولا حقيقة لقصة توثق دون أن توقع عليها بأنامل أصابعك، ولا عزفا على وتر زمن دون أن تكون صاحب سيمفونيته. لا تحزن يا من عشت ماض، ولا تبكي يا من عشقت تراثا، ولا تيأس يا من بنيت جدران زمنك من السعف، فالوفاء من السلطان شيمة، والعرفان للبناة واجب، والإخلاص للماضي ولا سيظل البحر مدينا لمؤرخه، وستظل كل إشراقة على زرقته بمثابة ابتسامة مانحها هو سلطان الحاضر والتاريخ. دوم عيد الله يصلون مضرب عينها سمر والحياة مغلوني يا نبو مغالب حضرب شفو منا العاصمين يا نعم لا سلطان لبحر أنت من امتلكت ثقافته حضارته
ولا حديث آخر عن يابسة جزره، لأنك فقط من أرخت تاريخها. نظل مدينين لك ما حيينا، كما سيظل التراث مدينا لصنع جميلك، ولم لا؟ فأنت من لقبوك بحاميه، وأنت من جعلوا من إشراقة مكانك عاصمة له. قبل الدخول في تفاصيل الحدث التراثي البحري الكبير، يسعدنا في البداية الترحيب بعالم من أعلام بحرنا وأحد الرموز المحافظة على مصطلحاته، سعادة علي صقر السويدي، رئيس مجموعة الإمارات البيئة البحرية، أيضا عضو اللجنة المنظمة لمهرجان صير بنعير. نرحب بك في هذا في هذه التغطية الخاصة لمهرجان صير بنعير في نسخته العشرين. يا مرحبا وسهلا، ويعني يتجدد اللقاء في هذه الجزيرة الجميلة، وتتجمع السفن والأطقم السفن والبحارة ليضيفوا إضافة جديدة لكل مهرجان. ما شاء الله نحن الآن في مهرجان صير العشرين، وفي البداية أتوجه لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذا المجهود الكبير والمحافظة على إرث هذه الجزيرة وإبرازها كمحمية طبيعية وتسجيلها في الأمم المتحدة في الرمسار. كل هذه الجهود الكبيرة تدفعنا نحن أهل البحر لمواكبة هذا الحدث الكبير والوقوف بجنبه ودراسة هذه الجزيرة. والحمد لله يعني قمنا بدراسات كثيرة للمحافظة على هذه الجزيرة. نعم أبو ناصر، قبل ما نتحدث عن المهرجان في النسخة العشرين، خلنا شوي نتطرق للماضي وأيضا القرارات الحاسمة في هذه الجزيرة. نرجع لسنة 2000، صدر مرسومين من ديوان الأمير في الشارقة، المرسوم الأمير رقم 3 بمنع التدهور البيئي في هذه الجزيرة، وأيضا المرسوم رقم 25 بعد فترة وجيزة من المرسوم الأول بتحويلها إلى محمية طبيعية. حدثنا عن هذه القرارات التاريخية التي حولت الجزيرة إلى أو أولى محمية بحرية في الشارقة. وطال عمرك لما نتكلم عن سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، له جهود كبيرة وجهود مو على مستوى الإمارة والدولة، ولكن جهود كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي. ويمكن نحن يعني شفنا وعرفنا ولمسنا مدى اهتمامه بالمركز الثقافي في مصر وإعادة تأهيله من جديد. يعني هذا إرث كبير للأمة هو وقوف سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان وراء هذا المشروع ودعمه وإعادته من جديد. هذا يعني عمل ضخم وعمل كبير، وعمل الناس يجب أن تفهم بأن هذه الإمارة وهذا شيخنا اهتمامه بالإرث العربي كامل والإرث العالمي. ويعني صدور القرار لهذه الجزيرة كان من القرارات السامية والقرارات السليمة اللي هي حفظت لنا نحن وعطتنا الفرصة للمحافظة عليها. والحمد لله بعد الدراسات وغيره الجزيرة أصبحت تحت راية الأمم المتحدة اللي هو الرمسار. نعم. وهذه كلها مجهود كبير لسيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، وكذلك هيئة البيئة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد ومثابرته ووصوله للجزيرة ومشاركته معنا وفهم الوضع كامل لدعم هذه الجزيرة. بصراحة يعني جهود عظيمة وجبارة، وإن شاء الله دائما يعني نحن جنب شيوخنا في المحافظة على هذه الإرث العظيم الكبير. يعني. نعم سعادتك، أنت عاصرت هذا الوقت، كيف تشوف التغيير اللي حصل في الجزيرة تقريبا من 20 سنة إلى اليوم؟ هو طال عمرك يعني كانت قفزة كبيرة بصراحة في مجال البيئة. تدري الجزيرة كانت تتعرض إلى تدمير كبير، وبالفعل يعني بعد ما صدرت هذه القرارات وبنينا مركز صغير يعني في البداية كمركز بسيط للمحافظة على هذه الجزيرة، بدأت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية برسم خطة
التوجيه سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعني اهتمام بهذه الجزيرة وعمر عمل المهرجانات لجذب الناس وجذب السياحة البيئية ومحافظة على سواحل هذه الجزيرة على طيورها على المرجان وعلى الحيوانات البرية والبحرية. وكان شيء يعني بالنسبة لي أنا كانت قفزة كبيرة وشيء جميل أنك تشوف الجزيرة ما شاء الله تتطور وتصل إلى العالمية، هذا شيء إنجاز بالنسبة لنا كبير وكان من الأشياء اللي يعني تثلج الصدر بصراحة البيئة البحرية. عمي بن ناصر، اليوم نحن في مهرجان سير بن عير في النسخة 20، امتداد متواصل من النجاح، كيف تشوف هذا المهرجان وكيف أنه قاعد يحقق أهداف على أرض الواقع؟ هو طال عمرك يمكن بدينا أول مهرجان يعني قبل 20 سنة وكان مهرجان بسيط وكان عندنا بس عريش صغير وكان من تلفزيون الشارجة كاميرا واحدة يجون عشان يسجلون الحدث. 3 أشخاص كانوا يغطون. 3 أشخاص وخاصة محمد خلف يعني كان من الأوائل الله يذكره بالخير، أنه اللي يعني ونقل يعني تدري الإعلام هو عيوننا، هو اللي ينقل لك الحدث، هو اللي يعرف الناس بالجزيرة وبالأشياء اللي في الجزيرة. وكانت خطوة جميلة وجريئة أن بدوا تلفزيون الشارجة من هذه الأيام نقل هذا الحدث وتعريف الناس بهذه الجزيرة وأهميتها. والحمد لله الآن نشوف ما شاء الله يعني تلفزيون الشارجة على الهواء مباشرة ويعني من أروع التلفزيونات اللي هي تهتم بالبيئة والبيئة البحرية. نعم سعادتك، حدثنا ليش اتهمنا هذه الجزيرة، شو الأهمية اللي فيها؟ هل لها أهمية تاريخية، أهمية بيئية وأهميات أخرى؟ وطال عمرك لما نتكلم تاريخيا عن هذه الجزيرة، نعم، لذلك اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم بهذه الجزيرة لأنها كانت يعني فيها بداية حتى من اسمها صير بن عير، يعني كان فيها محمد بن ناصر بن عير من القواسم، من شيوخ القواسم، وكان يسكن هذه الجزيرة. والصير اللي هي سفح الجبل، السفح النازل اللي هو يعني صير بن عير، وصار يعني هاي التسمية القديمة. الشيء الأهم أن هذه كانت مركز من مراكز الغوص، يعني تدري السردال الغوص، نتكلمنا عن القريدية وتكلمنا عن الملح يمعمل عبد الله الملح، كلهم يقفلون من هاي الجزيرة. يعني كل الناس تتكلم من الشارجة وبوظبي ودبي وعمان ورأس الخيمة يقفلون وين مني في نهاية الغوص، يعني تدري في الغوص العود يستمر 3 شهور، يجون يتجمعون كلهم يتريون العلم علم السردال عشان يبتدي التسابق للوصول إلى وين، إلى الشارجة وإلى دبي وإلى الإمارات الباجي. ولكن الحدث اللي يصير يعني التجمع هذا العدد الكبير من المحام، تكلم عن 500-600 محمل أو أكثر، شوف الأهازيج، شوف القصص، شوف الشعر، شوف التعارف، شوف منو اللي يتوفق اللي حصل دانه واللي ما حصل دانه واللي إن شاء الله بيتعوض في السنة الجاية، يعني ملحمة من أروع ما يمكن. يعني شفت القفال اللي نحن نسويه الآن، نعم، وعندنا محامل توصل إلى 100 كان أكبر بكثير قبل. لذلك اهتمام حكومة الشارجة وسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عشان هذه الجزيرة لها إرث كبير ومتوسطة الخليج، هذه من الناحية التاريخية. ولكن لما نتكلم من الناحية البيئية، هذه الجزيرة تتميز بنوع من السلاحف اللي نحن نسميه منقار الصقر، وهذه السلاحف يعني أزلية، والسلاحف هذه تحافظ على التوازن في البيئة البحرية لأنها تأكل الدول وتخلي اللي هو قنديل البحر. لذلك بدأ اهتمام الشيخ للجزيرة هذه بيئيا. ولو نتكلم عن الطيور اللي فيها طيور الخرشنة مثل اللي احنا نسميه الخشاش، إن أعداد كبيرة تصل إلى 30,000. نتكلم عن المصنين اللي احنا نسميها النورس الأصخم، هذه يعني كان عدد قليل ولكن ما شاء الله الآن وصلت إلى أكثر من 3,000 زوج. يمكن أنا أخذتك وشفت أنت، نعم شفنا في الجولة، يعني هاي من إنجازات كبيرة صارت بالجزيرة بعد ما وقف التدمير على هذه الجزيرة. لو ننزل تحت في القاع عندك المراجين،
يعني هنا ما شاء الله أكثر عن 40 إلى 45 نوع من المرجان. وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور بأن نحفظ المراجين هنا، ناخذ الدي ان اي ونحفظه على أساس هذه المراجين ما تروح، لأن تدري الخليج يتعرض إلى مشاكل كثيرة، ومن ضمنها في 2017 ارتفعت درجة الحرارة ومات كمية كبيرة من المرجان، ولكن ما شاء الله هاي الجزيرة لم تتأثر كثير. ومن هاي الفكرة بدينا نحن مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بزراعة المرجان. نعم، وقاعد نشوف حاليا لقطات على اللي هو للأشياء اللي قاعد نتحدث عنها وتخبرنا عنها يا أبو ناصر. وطال عمرك لما يعني هاي اللقطة عامة من الجزيرة، ولكن لما نتكلم عن المرجان وزراعة المرجان كانت من الـ يعني العمليات الناجحة اللي سوتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتعاون ويانا مجموعة الإمارات البيئة البحرية. بالفعل زرعنا وشارك طول عمر الشيخ سلطان بن أحمد ويانا في الغوص، يعني شوف شيوخنا ويانا في البر وفي البحر، وزرعنا المرجان كان 5 سنتي، والآن ما شاء الله يعني تقريبا سنتين وصل إلى 2.5 فوت. هذه المزارع نحن بنبتدي الآن نأخذ منها المراجين ونزرع أكثر وأكثر، ويمكن في مفاجآت إن شاء الله بتكون في هذا المهرجان وإن شاء الله بنسمعها. نعم، سعادتك الكثير يجهل دور المرجان في البحر، لو تحدثنا عن أهميتها وأيضا كيف طريقة الاستزراع اللي تسوونها. هو طال عمرك شوف المرجان هو عبارة عن حماية طبيعية للجزيرة، يعني المراجين اللي حول الجزيرة. نعم. أول شيء تحميها من التآكل، لو كان رمل بتروح الجزيرة، ولكن المراجين هي لو تلاحظ في شمال الجزيرة كذلك هي تكون يعني ملاجئ للأسماك، يعني الأسماك تعيش فيها وتحط بيوضها في العرشان هذه أو في المراجين هذه. نعم. الأهم من هذا أن هذه يعني يطلع منها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون اللي هو يعني خاصة بالبناء الضوئي، لأنه تدري الأعماق هنا بسيطة، لذلك تشوف المرجان لأهمية كبيرة بصراحة في المحافظة على البيئة البحرية وتكاثر الأسماك حول هذه الجزيرة. اللي نحن بدينا في شيء نحن نسميه فريكمنتيشن، اللي هو يعني الزراعة بالشتلات، بدال ما أنك أنت تربي البوليب الصغير في المعمل وهاي التجربة تأخذ سنين، لا نحن اختصرنا الموضوع، ناخذ من المراجين ونقطعها ونسويها على يعني القطعة تسوي 2000 قطعة أو 3000 قطعة ونبتدي نزرعها، وإن شاء الله بتشوف في الفيلم الآن الدكتور عندنا والفريق مالنا في القوع يصورون هذه المراجين، وإن شاء الله بنعرضها لكم الآن. وهذه التجربة اللي إن شاء الله تقودنا نحن بأن نزرع في سواحل الشارجة في الحمرية في الحيرة في الأماكن هذه، وهي كلها توجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، تطلعاته شوف إلى تنمية المرجان محافظة على المرجان، وهي توجيهاته قال زرعوا في الحمرية، ويدري أن الحمرية مكان يعني من الأماكن المميزة في أنك أنت تنمو المرجان في هاي المنطقة. نعم، سعادتك هل في أنواع مختلفة من المرجان وشو هي الأنواع المتواجدة في بيئتنا؟ وطال عمري مثل ما قلت لك أنا تقريبا 40 نوع، ولكن أغلب الأنواع اللي هي موجودة نحن نسميها الأكربورة، واللي هي نحن نسميها المرجان على شكل عريشة، وعندنا المرجان المخ، وعندنا المرجان الحجري، وعندنا عدة مراجين موجودة، ولكن تدري يختلف نوعها في الاحتمال يعني تحملها لدرجة الحرارة، وهذا الشيء اللي نحن نسعى له أن نحن نشوف الأنواع اللي هي تتحمل الحرارة ونزرعها هي. يعني من تجربتنا من 2017 عرفنا شو المراجين اللي هي قوية وتتحمل الحرارة. الشيء الثاني في بحث كان مسوينا في الإمارات طلع البوليب هو اللي يكون المرجان، ولكن البوليب عليه ألجي اللي هو يعني الشبع أو الطحالب. نعم. هذا الطحالب من أقوى الطحالب في العالم، يتحمل درجة حرارة عالية جدا، وهي ميزة من ميزات الخليج وخاصة قصير بنعير عندنا.
نعم أبو ناصر، خلينا ننتقل إلى محور آخر من بين الشيخ سلطان الأمين على التراث وكنوزه إلى إمارة صنفها العالم حاضنة للتراث وإشراقة الشمس التي لا تغيب. نتابع هذا التقرير ومن ثم لنعود. هي شمس لا تغيب، وهي إشراقة تبعث بالتفاؤل، كما أنها ابتسامة تولد الفرحة. إنها شارقة سلطان، حامية التراث ومنشدة أصوله عبر الأزمنة والعصور. نصبها العالم الحارسة على الأصول، وتوجها الزمن بتاج التراث، وعرفها الحاضر بحاضنة الماضي. شراع بحرها ما زال على صواريه، فهو يبحر بيوش واحد ليحاكي العالم بقصة بطل مشهدها غيص بنى من قاع البحر حضارة. وسيب طبعت الشمس على جسده الأهوال، ونهام بايع بحنجرته الغربة، فاختزلت الإمارة كل هذه المعاني بمهرجان بحري تراثي أصبح حديث العالم بطقوسه ومعالمه. مهرجان أتى بصورة حية من ماضي عبر قفال جعل من البحر مسرحا لقصة كفاح، ومن أجيال الحاضر عنوانا لتواصل، ومن الصير مكانا لرد الدين لمن بنوا حضارة أساسها قاع لبحر. شهادة عند من يا باي شد من أنصار. بالفعل ستظل شارقة سلطان هي حامية التراث ومنشدة أصوله، وستظل أشبه بقصة تبحر على شراع سفينة تجوب الأفق وتأتي بالمعالم وكنوزها. وناصر، بعد ما شفنا هذا التقرير عن إمارة الشارجة التي اعتادت أن تكون هي دائما الابتسامة في التراث، سواء عبر متاحفها أو من خلال مهرجاناتها المتعددة التي تخص هذا الجانب، كيف تشوف مثل هذه المهرجانات وأيضا أهميتها للأجيال القادمة؟ نحن نقول الله يرحمك يا زايد، اللي هو بدأ باهتمام في التراث وعلمنا محافظة على التراث. نعم. يمكن تدري يعني سباقات القفال وسباقات الهجن كلها الله يرحمه الشيخ زايد اللي هو غرس فينا، وهذه نظرة يعني كبيرة جدا للمستقبل. وسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي كان يحافظ على الشارجة حصاحصة، كان يدرس في مصر لما يسمع حد بيخرب شيء في الآثار يركب الطيارة ويجي على أساس أن يوقف هذا التدمير ويعاد تأهيله من جديد. هذا فكر متطور وفكر راقي. ليش؟ لأنه تدري يعني الأمم تقاس بحضاراتها والأشياء اللي سوتها، وخاصة موضوع التراث. يعني الإنسان بدون تراث بدون علمه يكون ضايع. لذلك تمسكنا نحن بالكندورة بالعقال، تمسكنا بالعادات التقاليد بالسنع. أنا أدرب الحين السنع والغوص يعني، وهاي من الأشياء المهمة أن عيالنا يعرفون السنع، يعرفون كيف يتعاملون مع الناس، يعرف كيف يكلم الريايل والناس الضيوف اللي تيجي. نعم،
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تقوم بدور كبير في هذا المجال لنقل هذا الإرث الكبير للأجيال القادمة من خلال زيارات اللي تقوم بها لطلاب المدارس وطلاب الجامعات أيضا. كيف تشوف مثل هذه الزيارات ودورها في تعريف الطلبة بالأشياء اللي موجودة والجزر اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ طال عمرك لما نتكلم عن هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة، هذه بالنسبة لي أنا يعني مدرسة، ويمكن أكثر من مدرسة، يمكن تكون كلية وأكثر، تعلمنا منها ويعني اشتغلنا معاهم أكثر من 25 سنة، ويعني عندها خط، هذا الخط العظيم، الخط الكبير اللي هو يعني لما تتكلم عن التراث أو تتكلم عن العلم، ما شاء الله هيئة البيئة لها ذراع كبير الآن. يعني لو تحضر بس المعارض اللي تسويها هيئة البيئة في أبوظبي أو في دبي، ما شاء الله من أروع ما يمكن. ولو تلاحظ يعني مو بس البيئة البحرية، البيئة البرية، محافظة على الطهر، محافظة على النمر العربي، محافظة على عدة أنواع من الحيوانات اللي هي مهددة بالانقراض، اللي هي يعني حيوانات الجزيرة العربية. وهي كان يعني المركز اللي موجود في هيئة البيئة هذا من أعظم المراكز على مستوى العالم. أنت تدخل تتفرج على بيئة برية كاملة عن الحيوانات البرية أو عن الحيوانات البحرية، وهذا الاتجاه الصحيح لهيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة. تعال دورهم في السمك والمحافظة على تنظيم الصيد، ويعني سوق السمك من أكبر الأماكن اللي هي يكون فيها تجمع للصيادين وتجمع للباعة وغيره. عندهم من أحسن الأنظمة الآن ما شاء الله في سوق السمك لتنظيم هذه المهنة المهمة في حياتنا. وأنا بدوري بصراحة أنا أتعاون وياهم من فترة طويلة، وبالعكس يعني هم دعم كبير بالنسبة لنا نحن كمجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وتوجيهنا التوجيه الصحيح في المحافظة على البيئة البحرية، وخاصة صير بن عير. احنا بدينا من فترة طويلة معاهم، والحمد لله كل سنة تتطور هذه الأعمال، لأن هيئة البيئة سعادة هنا السويدي لها باع كبير ما شاء الله، وهي تخصص في هالمجال، وتوجيهنا نحن إلى عمل هذه الأعمال اللي من ضمنها زراعة المرجان ونجاحها بصورة كبيرة. هاي كلها أشياء عظيمة جدا، ونتمنى إن شاء الله لهيئة البيئة والمحمية الطبيعية دائما التقدم، ونشوفهم إن شاء الله على مستوى عالمي. نعم سعادتك، في نقطة نحن ما تحدثنا عنها، التنوع البيولوجي اللي موجود على أرض الجزيرة. يعني يوم نحن خذنا الجولة نشوف بقع حمر، نشوف الرمل الأسود، نشوف في بقع رملها تقريبا باللون الأخضر، نشوف تنوع كبير، نشوف كهوف، نشوف قلاع، نشوف وايد أشياء موجودة. شو يدل هذا التنوع اللي موجود على أرض هذه الجزيرة؟ وطال عمرك هاي الجزيرة من الجزر اللي هي بعيدة عن الساحل، هذه نشأت بتحرك كميات هائلة من الملح من ملايين السنين، وطلعت هذه الجزيرة من أعماق الأرض. لذلك تشوف التنوع اللي موجود فيها. هذه الجزيرة كان الإنجليز كانوا يأخذون المغر اللي هو أكسيد الحديد يعني هنا، وكان فيها منجم كبير، يمكن شوارع في بريطانيا معمولة من هذه الجزيرة. هذه الجزيرة فيها عدة أنواع من المعادن والكبريت والكوارتز، ما شاء الله يعني تنوع عجيب جدا. يمكن انت شفت هذا الشيء، واللي بيفيدك اكثر الاستاذ هنا السويدي لانه يتخصص في الجيولوجيا، وما شاء الله لها باع كبير في المحافظه على هالجزيره وجيولوجيتها. يعني ابو ناصر، دعنا ننتقل الى محور اخر من خلال هذا التقرير، حيث لقبها اهل الماضي بحاضنه البحر، ولقبها أهل الحاضر برمز الشموخ المحافظ على الإرث. سنعيش معها القصة والمعنى الذي جعل منها مسرحا لتاريخ ومرتعا
لكائنات رأت في رمالها جنة وفي سمائها صفاء وفي قاعها مكانا لعيش. نتابع. هي حاضنة اليم وسيفة الذهب التي ينشدها كل عابر بحر، هي الملاذ لكل باحث عن أمان، ومحطة لطيور السماء التي تقطع الأفق وهي تحلق باحثة عن هجرة. سكونها أشبه بنداء تجتمع حوله السلاحف لتضع صغارها أمانة داخل رمالها، ومرجان قاعها حديقة زاهرة ألفت الأسماك العيش بين شعابها. جبلها المترامي الأطراف منارة يستدل بها العابرون، فتخفق القلوب لموعد لقاء، وتبتهج الأبدان لموعد جسد مع يابسة. هي الناطقة لروح الماضي، وهي الشاهدة لبناء حضارة امتدت أصولها لقرون ما تعرف بالعصر الحديدي. غازلها الشعراء بأجمل الأبيات، وأجاد لها النهامة بأجمل الشلات، وتغنى لها البحارة بجواهر الكلمات. هي النبع العذب الذي خرج من قلب ملوحة بحر. ستظل صير هي الملتقى لساكن الهيرات، كما ستظل رمالها وسادة لزمان نستلقي عليها لنستعيد الذكرى ونستلهم الوفاء لأجداد جعلوا من أجسادهم جسراً لتعبر فوقه أجيال حاضر. Thank you.
دعم. بعد هذا الفاصل من الفرقة الشعبية نعود مجددا إلى ضيفنا أبو ناصر. سعادتك حدثنا عن بعض قصص البحر وسوالف البحر يا أبو ناصر. هو طال عمرك تدري يعني هذه الجزيرة لما يكون فيها تجمع الكبير للقفال تدري تدور حكايات بين النواخذة والبحارة ومنوه حصل الدانة منوه محصل. مرة من المرات تدري دارت سايب مثل السوايب اللي تينا خاصة في الغيوب تسوي سوايب قوية. نعم. السنيار كله يدري هنا. مرة تشوف قبل ما في مينة والناس كلها طارح يعني. تدري يمع بن عبد الله الأملح سردال غوص والقريدي سردال غوص الشارجة. واحد من جماعة من الشوام يسمونه أبو كتارة. نعم. إنها الحمرية. هذا ذكره بالخير راقد وحلم دانة. أصبح الصبح يزعق على الجماعة فوق فوق البحارة والغاصة مستغربين البحر موي وخب ما مال غواصة لكن ما تقدر تقول شيء نأخذه واختفوا وتموا سايرين يبون شديه بر يصير. نعم. صوبرية لهني وموي عرفوا قوسن تدري ونزل الغيص البري هذا أول واحد ينزل نزل ما يشوف القوع لين اصطدم في القوع مرة حصل لك من محارة حطها في الدين وتدري سحب الغيص يوم يا فوق المحمل يترامى مو تنبه النوخذة قال عاد أنا شوياني هذا الحلم أصدق الحلم أنا قال يلا فوق نرد اللي يزير حملوا الغيص وتموا وهم جايين في الطريق هالخمسة المحارات ما دي ست في القوهن وطلعت الدانة في الهال. يوم وصل هني تدري السردال بيزقره ليش تطلع الناس فيها الموي وفيها البلا وغير عيال الناس وغير طلع الدانة وكان يراويها القريدي قال له خلاص هاي شفعت لك انت ساير عليها شوف سبحان الله يقولون يعني أعلامهم أحلامهم أعلامهم يعني من صفاء النفس ويعني معتمدين على ربهم يحلم ما شاء الله ويتحقق حلمه. هاي كانت من الحكايات اللي صارت في زيرة الصير هنا ولكن فيه بعد عدة قصص وسنة من السنوات صارت عليهم مشاكل الطبعة وكان يعلمنا بن هدة عن الطبعة الكبيرة اللي صارت على أم الشيف أكثر من يعني 100 محمل طبعوا وسبحان الله المحامل اللي بقت سعفوا بالمحامل هاي اللي قاموا يحطوا الأحبال طلعون المحمل ينزفونه ويعطونهم إذا عندهم شوي من الزاد يعني كان تعاون عجيب أن هذا الغوص مو مجرد بس أن الناس الواحد يسير يغوص ويرجع لا هو تكامل وتكافل وتعاون وتعاضد بين الناس ما يخلون ربيعهم تعبان مستحيل ما يصير عن ربيع اللي يكون هذا الإنسان يعني في خير وحتى يعني اللي يدخون مدواخ واللي يدخ قدو إذا ما عنده يمر يسبح واحد من الغاصة إلى المحمل الثاني في الليل ويشلب مهباش يمره ويبصلها مرة ثانية يعني إلى المحمل من القصص بعد العجيب اللي كانت تصير في منطقة الخليج واحد من الجماعة قالوا لي ليش ما تسلوا ياك مطوع المطوع بيدعي وبيصلي والحمد لله إن شاء الله يعني القماش والحصاب بتكود علينا والله بدأوا طلعوا الجماعة وقاموا يغوصون ما من يذن الناس نشأت تصلي وتدعي وغيره كملوا 3 شهور ماشي ما حصلوا شيء أبد إلين قبل القفال يمكن ب4-5 أيام يفلقون الظهر تدري يوم أذن الأذان نشوا بيصلون أنه خذها يالس على شبريده قال يلسوا استغفر الله بنصلي قال ما تصلوا نصلي وراها 3 شهور ما حصلنا شيء يا نوخذها يا المطوع ما بزين قال بس أنا عيس وأنا أصلي وراك والدع ما سويت لنا شيء تموا تدري ما يقول نوخذها شيء ما حيقدر يقول لا فلقوا منقزت دانة هاي جدانة العدل اربعوها وعطونا اخذ يوم حطه في ديه قال استغفر الله العظيم يوم انا قلت حين ما في صلاه
يدنا الدانة هاي اللي فيها الشر، ويقول بيجي ويفرها بحر ويتزاعقون. الحين ثلاث شهور ما حصلوا شيء وحين فريتها بحر، قالوا ما بحضنا. يوم قلت أنا ما في صلاة، هذه فيها الشيطان فيها شر، يلا قوموا صلوا وراء الإمام مطوع واستغفر وصلوا ركعتين وردوا على فليجهم. كذا يوم استوي قبل المغرب يعني العصر، طباخ عنده قرقور شراخ قبل ينزل وين انت ليش المحمل، وتدري يوم يحط فيه خرط وينشحن من الشعري، قال كذي بالقرقور وقام يقطع السمك وانقزت الدانة وين في بطن الشعري، وركضوا عند النوخذة من شافه قال ما هذه رزقنا، هذا اللي الله يعني رزقنا ردها علينا مرة ثانية، وقفل الحمد لله يعني، وعوضوا خسارتهم وغيره. يعني سبحان الله قصص جميل وقصص، يعني أنا مؤلف كتاب بسمينه جذور الماضي سردال، وهذا الكتاب فيه أكثر عن 200 قصة عن قصة أجدادنا وكيف كانوا يعانون يعني في هالبيئة الصعبة، وهو إنجليزي عربي وعليه بعد يعني USB فيها الأفلام اللي أنا شونها أكثر من 200 فيلم. نعم أبو ناصر، أنا شفت في الكتاب في بعض الأمثال المرتبطة بالبحر، لو تعرفنا عن هذه الأمثال أيضا. هو طال عمرك يعني أنا حط أكثر عن 100 مثل، هاي الأمثال من الطبيعة اسمعها من يدي من يدتي. نعم. أدري الأولين يوم يرمسونك لازم بيقولون لك مثل، يعني من الأمثال اللي كانوا يعني يرددونها يقول مثلا رمسة السيوب تحت الشراع، السيوب ياسين والشراع مظلل عليهم ويسوي بنسوي يوم يهم النوخذة هزبهم صخهم. هذا مثل. بعد المثل الثاني يقول في البحر ليخ وفي البحر صريخ، هذا بعد من الأمثال المشهورة عندنا، أن الواحد ما يربش نفسه في بر وبحر، يعني يركز على عمله. بعد في أمثال برية يقول لا تشوفني في عينك صغير ولد الصقر للصيد جراح. من الأمثال بعد البرية يقول لو من كبر خذ على من صغر زود كان الحبارة فرست في الشواهين، هذا مثل تدري من الأمثال، أن الإنسان مو بشكله وجسمه، الإنسان بعقله وتصرفه. أمثال جميلة وأمثال تدل على يعني بلاغة هذه اللغة، بلاغة الناس اللي موجودين في الإمارات ما شاء الله، يعني تكلم عن آلاف من هذه، يوم يشوفون واحد يلز فيه ناس يعني مو بالقد قالوا له لا تسوي الحشف مشايل، الحشف خفيف معناته الله يسلمك، أنت يوم توزن يوزنون الرطب ويوزنون التمر ما يوزنون الحشف، حشف خفيف ما له وزن. لذلك يعني دائما متيلس يوزن الناس العقلاء اللي تستفيد منهم يعني، وما شاء الله الأمثلة كثيرة في 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 بلدنا، ويعني هذه من أهم الأمثلة اللي كنا نحن نسمعها من أجدادنا يعني. إن شاء الله بناصر راجعين لك، لكن ننتقل إلى هذا التقرير الآخر، البحر حياتنا، فنحن من جاورنا سيفته وجمعنا السعف لنبني عريشا بقربه، صنعنا المحامل لنجوب دروبه، وتعلمنا من مدرسته ثقافة الصبر، أمدنا من قاعه بالخير وأمن لنا قوتا لعيشه، فأجبرنا أن نجعل مهرجانا لتراثنا عنوانه من كلمتين البحر حياتنا. هو الأفق الواسع الذي لا يحده حدود، وهو العالم الذي تجدد فيه الأجمل من الذكريات، هو الراحة والسعادة التي تتناقلها أمواجه، وهو الإلهام الذي يأتي بالذكرى من مكامنها، هو التاريخ عندما يكون الحديث هو ماض لأمة، وهو القصة عندما تكون السلفة حضارة لشعب. جاورنا شطآنه واستنشقت أنوفنا رائحة عومته، وداعبت أقدامنا حبات رماله، هو الصديق الجيد الذي يتقن الاستماع، وهو المواسي عند الأحزان، وهو المعالج للجروح والآلام. لذا
اختصرنا كل هذه المعاني في كلمتين هما البحر حياتنا. نعم، البحر حياتنا، هذا هو الشعار لمهرجان الصير الذي يختتم عقده الثاني بتظاهرة لبحر ستكون إمارة الشارقة السردال الذي يحرك دفته، وستكون أجيال الحاضر لاعبة لأدواره، وسيكون الصير مسرحا لكرنفاله، وذلك من أجل رسالة اختصرنا معانيها في كلمات تقول: التراث في يد أمينة، واستعادة تاريخ الماضي أمانة في عنق سلطان التراث قبل أن تكون وفاء للبناء. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ نعم، سألنا الغيص والسيب والنواخذة فأجابوا جميعا، نعم البحر حياتنا. وحين حنسألك يا أبو ناصر، هل البحر حياتك؟ وشو يعني البحر لأهل الخليج وأيضا أهل الإمارات خاصة الساحل؟ طال عمرك، هذا السؤال جميل جدا، لأنه يلامس يعني جزء كبير من حياتي. أنا الله يسلمك انولدت في البراحة في شهر 8 في عز الحر على السيف، وتدري الأولين عندهم اعتقاد إذا خذوا سرك ورموه في البحر تم أنت ويا البحر دوم، وهذا اللي حصل. يعني الله يذكرها بالخير، والدتي رمت السر في البحر، وأصبحت أنا من أنا صغير على طول يعني بجنب البحر، أقضي 4 شهور الصيف كلها مع البحر على السيف مع الصيادين. ويمكن الأشياء اللي أثرت فيه، تدري نحن في الصيف قبل ما شيء مكيفات نطلع إلى البراحة ونحفر الطوي ونصيد السمك الصبح والنيب الحلا، يعني حياة طبيعية جميلة. نسين تيامع كلنا عند المطوع، البنات والشباب كلهم مع بعض، وعقب الناس كلها تسير البحر. يعني كانت حلم من الأحلام الجميلة اللي أنا عشته يعني وأنا صغير. لما تستوي الساعة 12 شمس، الناس كلها تسير وين؟ في العرش أو تحت المنامة من قوة الشمس. أنا أطلع أمشي على البحر، نعم، على السيفة هاي زين، وأفكر أني أنا أحلم حلم بأني أكون في يوم من الأيام عندي يعني منظمة كبيرة، عندي سفينة أبحاث، أحصل دانة أو أحصل سفينة. وكان شعري يتحول من أسود إلى أصفر، يسموني الولد الإنجليزي من كثر شعري حمر وحبي لهالبحر. نعم. يقولوا لي يعني ما حد يسير في الحر، أقول لهم لا أنا أسير، ويتكرر هذا يوميا. إلين مرة من المرات وأنا أمشي على السيف حصلت قارب حديدي بسيط صغير يعني، وكان مثل الحلم اللي يتحقق يعني، قارب صغير جدا. ورحت عند إخواني، إحنا ما شاء الله 10، وحفرنا وصلحنا وبدينا شو نسير نصيد السمك فيه. هذا كان من الأحلام البسيطة اللي يعني بدأت تتحقق، والحمد لله يعني تدري بعدين أنا أسست مؤسسات كثيرة في البيئة. البداية كان رحلات الوصل، واللي هي بين الماضي والحاضر، وكنا نطلع من دبي بسفينة نوصل إلى الجزر. أيام نتكلم عن السبعينات، 75 76، ما كان فيه يعني وسائل وما كان فيه جي بي اس وغيره، وكنت روحي أرسم خط الرحلة مني إلى صير بن عير، ومن صير بن عير إلى زركو، من زركو إلى دلمة، من دلمة إلى يزر الياسات، ونقضي 25 30 يوم نغوص ونصور. نعم، ساعتك تجربة ثرية عشتها. ودي أسألك، شو اللي أضاف البحر لنا كأهل الإمارات؟
شوف البحر أول حاجة يعني علمنا الصبر، وهذه يعني الصبر ترى من الميزات العظيمة جدا في الحياة. اللي ما عنده صبر ما يقدر يكون مع البحر. البحر ساعات يهيج، البحر يكون صعب، البحر يكون يعني. وإذا بغيت بعد فيه تذكرني قصيدة من القصائد لشاعرنا المعروف راشد الخضر، يعني يوصف البحر في أيام القفال، يقول: أهلا عدد وصلا عقب صد، وعداد ترحاب وسلوان، وعداد قفال عقب كد، وعداد ما سالت القدران، وعداد ما لعلع وغرد جمري البلابل فوق الأغصان، يشي الغرام ولاعج الود، مبلاي بسهاد وحيران، طبع الهوى مشكل إذا احتد، يرميك في زويات ومحان، مثل البحر ليعي وازبد، يرميك ما تدريك لسفان، والركد غوص وسان وبلد، يأتي لك بلولو ومرجان، اصبر وكل من صبر يسعد، الصبر يلي كل الأحزان، يا صاح لو ما الصبر مسند، كان اكسرا كل ضلع الأحزان. وهي مهمة الصبر. نشوف الشعراء وايد تغنوا في البحر، وأيضا معظم القصائد أيضا كانت مرتبطة بهذه البيئة، تأثيرها كانت أيضا على الشعراء والأدباء والمثقفين. هو طال عمرك شوف يعني البحر ملهم، يعني أكبر إلهام لما يكون الإنسان جنب البحر ويش مع البحر، تلقطه شعره يكون عميق جدا، شعره متنوع، شعره مع يعني البحر لما يكون هايج، والبحر الأسماك اللي في البحر، يعني البحر يعني ملهم كبير بالنسبة للشعراء، وتغنوا فيه. ولو تلاحظ لكل سفينة في مغني اللي نحن نسميه النهام، والنهام هذا يحفظ قصائد كثيرة من الشعراء ويشل الشلات اللي هي تسهل على البحارة وعلى الغاصة. تصور لما يطلعون من الشارجة ودوق ماشي، هو يضربوا ميداف، يرون ميداف 3-4 ساعات ما يتعبون ولا يملون. ليش؟ لأنه النهام يشل وياهم، وطرب من أروع ما يمكن. يعني هذا دور البحر في إلهام الشعراء وإلهام الناس، بحيث أن يكون إبداع عندهم في هذا المجال. نعم أمي، دامك تكلمت عن النهام، أنا بقدم تقرير للنهام وبعدين راح نرجع نتكلم عنه بشكل أكثر. خير إن شاء الله. بعذب كلماته يداوي الفراق، وبنبرة صوته يشحذ الهمم، وبأماله ترفع الأشرعة وتضرب المياديف، هو قيثارة بحر تعزف الألحان فيتردد صداها في أعماق التاريخ، إنه النهام صوت البحر عبر الأزمنة. زمان مضى ما ظنيتي بيعود، قفت رجال السعد والوفا وتوسدت للحوز. هو من جاور البحر وعاش هدير موجه، فصاغ بها الشلات، وهو من جمع السعف ليجاور سيفة شطآنه، هو من يبقي على التواصل مع الأزرقين، وهو من جعل من خيراته قوتا لعيش، ومن قاعه خزينة لأسرار، ومن محامله وسيلة لتواصل. بعذب كلماته يداوي الفراق، وبنبرة صوته يشحذ الهمم، وبيماله ترفع الأشرعة وتضرب المياديف، وبنهمة البريخة من حنجرته ترفع المخاطيف إذانا لموعد رحيل. هو سيمفونية بحر تعزف على وتر الزمان، فيباهي بألحانها التراث، وهو من يشارك البحر وحدته، ويؤنس البحار في رحلته، ويغرد للطير في موسم هجرته. ما لي عليش الله سيري يا سفينة نوح، يعني سفينة نوح بو عبد الله متساند شرى السلطان، سيري يا سفينة نوح الغاصة زينة وسيوبة شرى الغزلان، توكل بالله. سيبقى النهام
ذاكرة لبحر لن تمحوها أعاصير النسيان، وسيبقى بنبرة صوته الملهمة لغربة بحر هو سيد دوائها. صار عنهم سير الأفضل شهادة عند من يا باي شد من يا اخواني والنوم يا اخواني والنوم نشعول فاد من القصور اقصى على نعم، هو صوت خلده البحر وجعله حليف لهدير موجه، وهو المعين بحنجرته على الفراق والمداوية للجراح والمخففة للآلام، ينهم فيسمع صدى نهمته وهي تعبر الأفق والأزمنة. عمي بو ناصر، وصف لنا دور النهام على المحمل. هو طال عمرك شوف السفينة تتكون من طاقم كامل، ويمكن أهم واحد تدري أنه أخذه، ولكن يجي في الأهمية عقبه على طول النهام. ليش؟ لأن النهام أولا يعني بقصايده وشلاته العمل ما يمشي بلا، يعني العمل في الغوص تدري صعب، خاصة يوم يكون عندهم تقصير ولا عندهم خطيفة ولا عندهم يعني يفلقون محار، هذا يعني خاصة الير. في الير أصعب مهمة أنك تير محمل في 60-70 نفر، لذلك النهام يهدي من التعب هذا ويذكرهم بأهاليهم، يذكرهم بالبلاد، يذكرهم بالأشياء الزينة اللي ترياهم، تلقطهم يشجعون يعني. وفي شلات كثيرة يعني دائما نحن أنا أدرب الطلبة في الصيف على ممكن على تسمعنا إذا حافظ شيء عمي بو ناصر. هي نعم، شوف نحن الطلبة أول ما نجون نقولهم مثلا في البداية صلوا عليه نبينا محمد، وشلون شلة صلوا عليه نبينا محمد، صلوا عليه نبينا محمد. بعد علمهم شلة ثانية نقول مولاي سهل علينا، وهاي شلة كبيرة تلقطهم يتجمعون صغارية، واحد يشل والباقيين يشلون مولاي سهل علينا، مولاي سهل علينا. الشلة الثالثة تدري دائما يوم يبحرون للمغاص يتمنون الرزق من الله، يقولون عادة يلا بصباح الخير رزق على الله يا طير، يلا بصباح الخير رزق على الله يا طير، يعني يشوفون الطير قدامهم والله يرزقه السمك وياكل، يعني بما معناه أنهم الله يرزق الطير وبيرزقنا إن شاء الله الخير. في شل بعد يقولون دامني يا دامني والبحر لا تامني، سلم الله فرمني، تدري الفرمن إذا انكسر خلاص تعطلت، أنه ليش الشراع؟ هاي الشلات اللي نحن ندرب الطلبة عليها ويتعلمونها ويبتدون يسوون عملية الغوص والسنع. النهام له دور عظيم كبير في السفينة، لذلك كل سفينة تحرص على أنها يكون عندها نهام موجود في السفينة. عمي بو ناصر، هل في شلات ونهمات متخصصة في مواضع معينة مثلا؟ نعم، هو ولا هي هل في تتشابه؟ لا، هو طال عمرك شوف يعني التقصير لها شلة غير، الخطيفة لها شلة غير، يوم يفلقون الير هي يا مال هي يا مال هاي مال الير، لذلك النهام على حسب الشغل اللي موجود يتكيف ويشل الشلة المناسبة على أساس أن تشجع الناس يعني يسوون. وشيء شيء جميل لما تشوف هذا الإرث يرجع مرة ثانية والطلبة يجون
الأولاد ما شاء الله ويتعلمون. أقول لك أول ما يجونا يكون الوضع صعب عليهم لأن بحار ومالح وما في تليفون، لكن بعد ما يكملوا لهم 10 أيام أو 12 يوم ما يبون يصيرون، لأن أنا أعتقد أن هذا شو امتداد مصيري لأجدادهم وأباهم وغيره. تحس بأصالة هذه الناس لما يتعلمون الغوص والنهيمة ويعلمون ربعهم، وتشوف ما شاء الله دوراتنا كانت بالعشرين بالخمستعشر، الحين توصل إلى 2000 طالب الصيف ومن كل الإمارات يعني يجون. يعني أنا أتمنى أن يعني هذه التراث هذا العظيم، التراث البحري، يجب أن يشوف النور أكثر وأن يشاركون فيه أكثر، وإن شاء الله بمجهود شيوخنا نحن نبتدي نعلمهم السنع والغوص، يعني يبتدي يتعلم المبادئ الأساسية للتراث وبعدين يقوم بالغوص التراثي. نعم. سعادتك، لمسنا من خلال الكلمات اللي قلتها في النهمات أنها فيها لمسات إيمانية ويتوكلون على الله أيضا في هذه الشلات. هي نعم، مو شوف يعني دائما أهل البحر وارتباطهم بربهم وايد، يعني بأن هو الرزاق وهو اللي، وتشوف هذاك مودي وياه مطوع علشان يستفيد يعني من لذلك سبحان الله يعني كل يوم يجلس النخذة لشبرية خاصة، النخذة ما يقول اشتغلوا وسووا، لا، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كبر عليهم، يعني هاي الكلمات كلها تلقط النخذة يرددها تقربا لربه، هو إيمانا بهالشيء، لذلك الله يرزقهم يعني الخير. نعم. عمي حدثنا عن أشهر النهامين في الدولة وأيضا في الخليج. وطال عمرك شوف يعني البحرينيين والكويتيين مشهورين في النهمات، وأنا يمكن حصل لي يعني الشرف أني أشارك كرئيس وفد للإمارات في الكويت، كانوا يابوا كل دول الخليج بعد حرب الخليج تدري، وشاركت بفريق كامل من شباب الإمارات، وحسينا بالفرق من بيننا ومن بينهم. ليش؟ لأن نحن الله يذكرهم بالخير شيوخنا اهتموا بالتراث لما سرنا هناك، وصار المؤتمر الصحفي وتدري قالوا أمراء البحار وأسياد البحار، ونحن ساكتين ما قلنا شيء، قالوا أنت شو؟ قلنا لهم يوم أنتوا أمراء البحار وأسياد البحر نحن خدام البحر. والحمد لله في النهاية غلبناهم في الغوص وفي الفليج وفي الخطيفة، خذنا عليه في كل الأعمال البحرية اللي خاصة بالغوص خذنا الأول عليه، وهذا الاهتمام بالتراث من شيوخنا ومساعدتنا عليه. جينا للنهامين، هنا نحن عندنا كان الله يذكره خيري كان يعزف هبان ويشل شلات، يعني كان نهام وكان مميز ما شاء الله، كان من أحسن النهامين على مستوى الخليج. يعني عندك خاصة البحرينيين عندهم أحسن النهامين، عندنا هنا على مستوى الإمارات ما شاء الله يعني أكثر من 50-60 نهام مشهورين، وأغلبهم توفوا الله يرحمهم. آخر واحد كنت يا بن الصير أنا كان من أحسن النهامين على مستوى المنطقة، لكن الآن بدوا الشباب يتعلمون النهمة، في عندنا شباب في الخليج الآن تعلموا النهمة وما شاء الله عليهم ينهمون مثل الأولين، يعني وصواتهم جميلة بعد، يعني هذا انتقال من الماضي إلى الحاضر. نعم. سعادتك حدثنا عن الأدوار الباجية على المحمل غير النهام. وطال عمرك شوف الطاقم السفينة يتكون دائما من نخذين، نخذ البر ونخذ البحر. نخذ البر اللي هو المسقم او الممول يعني، بعدين نخذ البحر بعد ما يتقوض، قواض من نخذ البر يقوض الغاصة والسيوب عنده ويبتدون يعني عملية الغوص. لكن نتكلم عن النخذة وعقب المجدمي، مجدمي مثل هو المدير على السفينة، يعني هو اللي يتصرف في كل شيء بتوجيهات من النخذة. اي عقب النهام، عقب الغيص، الغيص اساسي هو اهم واحد على السفينه، عقب السيب، عقب السيب تدري فيه الرضيف وفيه راعي البندار او اللي يطبخ يعني الطباخ، والوليد
الوليد هم هذيل الأولاد الصغار اللي هم يتعلمون الغوص، هذه لما يكون لهم حاصرة ما يكون لهم شيء، ولكن حد يتدرب على الغوص، حد يتدرب على الفليج، حد يساعد للغاصة وللسيوب الماي والجار ويتعلم ليه ما يتدرج يتدرب إيه، وأنه بعد سنة وسنتين تلقطها يا غيص يا سيب ما شاء الله يعني. نعم عمي أبو ناصر، ناخذ فاصل بسيط إن شاء الله وراجعين مشاهدين الكرام. البحر ليس بغدار، ومن يصفه بالغدر كمن لم يعش نسماته، وكمن لم يتذوق نعيم خيراته، وكمن لم يركب مياهه ليختصر من خلالها المسافات والأزمنة. القدماء قالوا البحر هو إنسان لا تقترب منه لحظة الغضب، وصادقه عندما تداعب زرقته صفاء السماء. إنها همسات لصدى ماضي نقتطف بعضا منها عبر سطور، عنوان كلماتها تحت مسمى صدى الماضي. الطيور حامت فوق سطحك، وبيوت السعف رقصت على هدير موجك، والصدفات حاكت سر قاعك، والنهام شدى بنسيم عبقك، والغيص حمد رزق هيراتك، والعاشق شكر سعة صبرك على سماع أنينه. لماذا نصفك بالغدر أيها البحر، وأنت للرزق مانح وللأسرار حافظ وللهموم غاسل وللعاشق ملهم؟ نلجأ إليك لنشكو، فتخدرنا بصفو مياهك فنشفى، وبجمال زرقتك فنهدأ، وبشموخ صخرك فنفاخر بعظمة خالق. جعلت من الصبر مدرسة كنت فيها المعلم، وجعلت من النجوم خريطة لطريق فأنرت بها الدروب، وجعلت من كائناتك مصدرا لغذاء فأسكت بها البطون، وجعلت من أحجارك كنزا فأغنيت بها الجيوب، وجعلت من محاملك وسيلة قربت بها البعيد، فلماذا القسوة وأنت لست أهلا لها؟ من يصفك بالغدر هو من يرتادك وأنت غاضب، وينسى بأن في غيوب نجمك مخاطر، فلما القسوة ونحن نعلم بأن يولات الغيوب أنت من حذرتنا فيها بثورة سطحك وتقلباته. أيها البحر، سأظل الحارس الواقف على شطك لأناجيك، لن أكتفي بجلسة أحدثك فيها عن قسوة لحبيب أو ألم لجراح، بل سأشارك أيضا فرحتي وأحدثك عن وفاء لربع أبوا نكران جميل هراتك وخيرها، وأصروا على الذكرى بتظاهرة لمحامل يبقون بها على العهد. أيها البحر، تقبل كلماتي فهي رسالة جمع حروفها، نهام أصر أن يشدو بنهمته على وتر ماضي، فكن رحيما بأشرعة أصرت أن تخاير لتأتي بسالفة زمن كنت وما زلت
حديث مجالسه. أيها الأزرق، لا أملك إلا الحروف لأشكل بها عن مكنون لقلب عاشق، سأرسلها فوق قمم أمواجك لتعبر بها الأزمنة وتكون شاهدة على رحمتك لمن قصدك طالبا للرزق. فلم تبخل ومن ناشدك لرحيل فلم تقصر، ومن توسل لك براحة نفس فكنت المبادرة بمنحها. رحل النهام وبقي همس كلماته صدى في جوف ظلمة ليل توقظ الماضية من سباته، وتأتي بنسمة فجر بها عبق من بنوا ووفاء من تواصلوا. ما أجمل الهمسات عندما تأتي من الماضي البعيد، وما أروع النسمات عندما يهفو بها التراث فنشتم عبقها في حاضرنا الذي نشتاق فيه دائما أن نقتطف جزءا مما بناه الأجداد، حتى لو جاء هذا الجزء على شلة النهام. سعادتك، النهام دائما يرفض أن يصف البحر بالغدر، ليش؟ وهل أنت تتفق مع هذا الشيء؟ ابني تقديمك للنهام حلو جميل يعني. والله يسلمك. النهام يعني لما نتكلم عن راعي البحر، ليش يسمونه راعي البحر؟ عارف البحر وفاهم متى يثور ومتى يكون هذا. لذلك اللي يصير البحر وغمري غمري اللي هو ما يعرف البحر، بيعرفه أنه بيكون غدار وغيره. أهل البحر يقدرون البحر ويحبون البحر لأن هذا مصدر رزقهم، ويعرفون امتى يكون خب ومتى يكون خوار، يعرفون حساب الدرور، يعرفون طلعات امتى يصيرون. لذلك عمرهم ما يصفون البحر بالغدار. البحر يبقى حد يفهمه يعرفه ويعرف سيرة البحر على أساس أنه يتعامل وياه. لذلك النهام في كل شلاته وفي كل قصائد اللي تسمعها كلها تمجيد للبحر، وأن البحر الكنز، وأن البحر يجيب اللآلي، والبحر يجيب المرجان واللولو. لذلك عمره النهام ما يكون عدو للبحر، صديق للبحر، لأن البحر يعني حياتهم كلهم، يعني سواء من غيص إلى سيف إلى نوخذة، وكذلك الطواش على رأس هذه المجموعة. نعم، ساعتك تحدثنا أن البحر هو مدرسة للصبر وأيضا نبع للرزق ووسيلة اتصال. حدثنا عن علم النجوم والفلك المرتبط ارتباط كبير أيضا براعي البحر. هو طال عمرك شوف، نحن عندنا حساب يسمونه حساب الدرور. هذا حساب فلكي قديم في الإمارات. تدري قبل ما فكان فيه قياسات للأشياء هاي، ولكن عندهم هذا الحساب، ويمكن هذا الحساب له قصة من القصص وياي. تدري في السبعينات كنا بنطلع بنسير جزيرة الياسات من الحمرية، ونحن جاهزين يعني. كان العصر حديانة الله يرحمه يعني من النواخذ الكبار معروفين في الحمرية. تدري زقرني قال لي انت نوخذاهم فينا وين بسير؟ يسمونه هو راشد مايد الشامسي. قلت بسير الياسات. قال ابوي صبروا 4 أيام لين صفي الثريا، غيوب الثريا اللي هو نجم الثريا. نعم. قلت لي يعني شو غيوب؟ قال هاي ابوي يسوي عواصيف وتسوي طهف وتسوي مطر، لا تحطون نفسكم في هالموقف، احسن لكم انكم تصبرون. قلت لي زين. يوم يد عند الشباب، احنا ما شاء الله اكثر عن 30 شاب. قال اسمع رمسه هالشيب المخرف. يا جماعه ترى هذا يعرف. قال لا ما يعرف. خلنا يتكلم عن خبره. خبره. طلعنا الساعة 8 في الليل، الله يوم كملنا 5 ساعات. وقال لي يوم تشوف البارج يبقى البحر رد دور لك أقرب ميناء. البارج شو مسوي؟ يلف ومر مثل خط للبحر. يا جماعة ترى التحذير بدأ. قالوا الله يهديك أنت، هذا في زمانه منو يعني. والله
ما وعينه إلا هذا اللي هو والطهف ضارب، وقاموا يتباغمون. قلت لهم شفتوا؟ ويلا يلا أقول لك نلف بالمحمل العود، وقالصين محمل، ودخلنا أقرب مينا اللي هو مينا جبل علي، وانتم ثلاثة أيام هناك إلين هدت السايبة وشوية يعني خف الهواء. سألت عادو قال لي هاي بوي الغيوم لها 40 يوم تغيب، أول الغيوب تسوي ضربة قوية، الطلوع شوي أخف، لكن الغيوب من هاي الأيام بديت أمسك هذا الحساب وما أطلع إلا أنا متأكد بأن سيري أنا يكون سليم، وأن هذا الحساب في السليم يعني. وانت رايح حتى العلماء اللي كانوا عندي في المجموعة ما كانوا يؤمنون بهذا الشيء، لين مرة من المرات بيون الصيف قلت لهم لا تسيرون في ضربة نسميها ضربة الأربعين، نحن يقول الأربعين مسوي يهرنة مويها ويطيب شرتاها، كم سنبوق انسحب سنة سمر وازن بلياها. المهم راحوا يوم يو في نص طريق يتم موي وردوا، هزموا ماشي ما يطلعون عندي من المكتب إلا شايفين حساب الدرور وأنه بيوصلهم صح. لذلك هذا علم راقي وعلم جميل ومن العلوم اللي نحن نعتمد عليها يعني. زين عمي، حدثنا عن أيضا عن أنواع الهواء وأنواع الرياح اللي موجودة في البحر، وأيضا لازم يحسب حسابها أيضا البحارة وأصحاب المحامل. هو طال عمرك العلوم البحرية أنت تطري صح؟ نعم. العلوم البحرية تدري تطورت تطور كبير، يعني حين لما نتكلم عن ابن ماجد تدري الملاح العظيم اللي هو اخترع إبرة البوصلة، كانت البوصلة بدون إبرة هو اللي اخترع البوصلة هذه. هذا الإرث إرث قديم جدا في عند العرب، وهم غزوا البحر من يعني مئات السنين وآلاف السنين. لذلك بدأ يتطور عند خاصة عندنا نحن في منطقة الخليج تدري، يعني عندنا الغوص يكمل 3 شهور تلقطهم يعني يعتمدون، وعندنا الشيخ مانع بن راشد المكتوم سوى خارطة اللي يسمونها نالية مانع عن المغصات، والحمد لله يعني الآن العلم تطور كبير في الملاحة البحرية يعني في هالأيام. نعم. عمي، هل الهواء أيضا مرتبط بالكائنات البحرية اللي موجودة في البحر، وعملية الصيد وعملية الغوص أيضا لها تأثير على هذه العملية؟ تتكلم عن صيد السمك يعني؟ هنا هو طال عمرك شوف الأهوية هذه وايد مهمة. ليش؟ يعني لما نتكلم عن البحر الشمال، رياح الشمال، السماميج تريون الشمال ساعات يوم ماشي الشمال زعلانين، ليش؟ يقول هاي الشمال تغسل البحر، يستوي فيه رغاصين وغيره وهذا يعني. لذلك البحر تدري يعني الشمل الكوس مثلا يوم يجي الكوس يجي ساعات في الصيف، في الشتاء ما عندك مشكلة فيه، لكن في الصيف شو يسوي؟ يعني السمكة ما يقدر تصيده، تنخش تحت اللحف ما تضرب حتى السمكة. عندك السهيلي، عندك البري، عندك العقربي، عندك المطلعي. المطلعي من الأهوية الجميلة جدا، لأن يجيب لنا الخباط والقرفة والعومة من صوب يعني عدن والمكلة من البحر العرب يعني توصل عندنا. وفي قصة جميلة على المطلعي تدري، بعد ما انكسر الغوص يعني انتهى الغوص، أهالينا صاروا يشتغلون في السعودية وفي الكويت. واحد من الشعراء يسمونه محمد بن غانم، نعم، يستحون ما يشلون السميد في النهار، في الليل يشتغلون يشلون سميد، ويل المطلعي وطار السميد وضربه في الشواهيج وقام يعاطس يا الأسعاد. والمطلعيين وين؟ مصر الإمارات. قال عادي يا المطلعي هات النباهات، كان على الأوطان مريت أنا بهو الخلان ما بات، غيري تهنى بالبيت، ناس على خنات تبات، وأنا مطيح وصل سميت لأنه وعلى ليالز يتذكر هلو ويذكر جماعته هناك من ناس مرتاح على خنات. تدري قبل الحريم يوم تدش الخيمة انزين الدهن عود والدخون وغيره وريحة جميلة، يقول أنا طايح من بين هالسميت
زين عمي، من ايضا من الاسماء اللي ارتبطت كثيرا بالبحر الطواش، هذا الشخص الذكي صاحب ايضا حيله كبيره. نعم. نبغي نتعرف على هذا الشخص ودوره وايضا مهامه في هذه العمليه. وطال عمرك شوف يعني اكثر الناس اللي هم مستفيدين الطواويش. ليش؟ لانه لو نتكلم عن المدافع عن الجروان، هذول عندهم اماكن بيوت في الهند كانوا يستقبلون الناس هناك اللي يبون القماش والحصابي، وكان ميال السم ما كانت بس مجرد ميلس يعني للشراء والبيع، كان ميلس علم وثقافة وشعر وأدب، شيء يعني من أروع ما يمكن. وتدري شيوخنا الشيخ زايد الله يرحمه كان يطوش، عندنا من الطواويش المشهورين بعد في محمد بن أحمد بن دلموج، عندنا الطواش الكبير في أبوظبي خلف العتيبة يعني من أكبر الطواويش، هذيلا كانوا مولون سفن الغوص. والطواش شو دوره؟ الطواش الله يسلمك عنده تشالة، تشالة هي سفينة تشل الماي والزاد، يوم يكملون شهر شهر ونص في الغوص بدأت التشالة تلف عليهم. ليه؟ لأن تدري أول الشهر أول بداية الغوص ما فيه قماش وغيره، يوم يكمل شهرين ساروا اعطوهم الماي والزاد وغيره، واذا عندهم قماش ولا حصبه اشتروها. ليش؟ تكون ارخص عن يومي ويقفل يعني. ومن الحكايات الجميله يعني اللي هي تصير في الغوص، نعم، تدري الطواويش قبل يجمعون القماش مال 4-5 محامل ويصير الهند يبيعه، وعلى حسب ساعات في الهند يطلع فوق وساعات ينزل، ويجي امانه ما شيء عقد وغير الريال قبل سلمته تشلمه يعني، ويجسم عليهم يعطيهم 10 هذيلة من الطواويش، كل حد عنده قماش يسيرون الله يسلمك بيطلعون من عنده يسيرون لينية فيها المركب، مركب هذا الهند اللي يسير الهند يسمونه دامرة ودواركة وسردانة، بطلعوا وركبوا في المركب وياخذ له 4 أيام إلى الهند. شو يسوون العصر؟ يبرزون وكل واحد يحط له طاسة فيها ماي حلو وينظفون القماش. نعم. كل ما ينظفونه كل ما يكون سعره شو أعلى. كلهم خلصوا على أذان المغرب، هذا واحد منهم ما خلص، تمت الطاسة لكنها مغبرة من كثر ما نظف فيها، خلى الطاسة وكبر وياهم. يا الهندي اللي ينظف هذا خذ الطاسة وشرب بها بحر يتحرى وصغ ما يدري، يوم سلم سخ الهندي وين هذا؟ قال الأرباب كشرنا في الربعة، شو شبيت كل القماش مال كم محمل وراح رس كله. قال لي شوف لا تقول شيء، اسكت لا تعلم حد. والله بصلوا العشاء براز وياهم، قال لهم يا جماعة بشور عليكم شور. قالوا شورك بهداية الله. قال العام كان سعر القماش زين في بنبي، أنا بشتري عنكم قماشكم بنفس السعر العام. قالوا له سعر العام زين؟ متأكد؟ قال نعم. قال ويسلمونه 9 كلهم خمل هالكبر، عقب ما استلم من الحين يفكر افرض السعر نازل في الهند شو بيسوي؟ بيخسر خسارة يد وقام يدعي ويصلي الين وصلوا الهند. اول ما يوصلون ينزلون في الكشتم اللي هو الجمرك يعني، وهذيل التجار القماش هناك اول ما وصلوا يسألون عن القماش، وين القماش؟ وين فوق مرتفع 3 أضعاف العام. الله باع واستفاد ويجمع بيزات، خسارته وخسارة المحامل اللي عنده الله عوضه خير. وسألوا عاد الجماعة قالوا لي ليش سويت شيء؟ قالوا يستزعق شو بتسوي لي انت؟ ما بتسوي لي شيء، لكن شوف ذكاء شكاية ذكاء. سوالف حلوة سعادة علي صقر السويدي. وصلنا أيضا لنهاية تغطيتنا الأولى لهذا المهرجان في النسخة الـ20. نشكرك أيضا على تواجدك معنا في الاستوديو، وأيضا انتظرونا في تغطية خاصة لقنوات هيئة الشارقة لإذاعة والتلفزيون وأيضا إذاعاتها مساء اليوم بإذن الله. كيف أختم وأنا قلبي معلق بماضي، وكيف أودع وأنا لم أرحل، وكيف أصف تراث وأنا عاجز عن لملمة الكلمات التي بها
أجسد التاريخ الأروع من ذاكرة ماضينا، شكرا للزمن الذي جعل من عقاربه تأتي بماضي الهيرات، ومن عاش قاعها والأشرعة، ومن رفع صواريها والشلات، ومن ثمن معانيها. أقول لمن تابعنا شكرا، وأقول لمن جسد هذا الواقع أحسنتم. اللقاء مع الماضي انتهى فصله ولم تنتهي قصته، فالموعد معه سيتجدد، وإلى أن يحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. يا صبي بيني وبينك يا صبي، يا صبي بيني وبينك، يا صبي بيني وبينك، يا صبي يا صبي بيني وبينك، يا صبي بيني وبينك، يا صبي بيني وبينك، يا صبي بيني وبينك، يا صبي صبي يعني يا صبي يا صبي يا صبي يا صبي هات المشوى وليدات المشوى يا وليد، هات المشوى وليدات المشوى يا وليد، هات 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 المشوى وليدات المشوى يا وليد، هات 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 المشوى.